السلام عليكم. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن لقاحين، لقاح جامعة أكسفورد في إنجلترا ولقاح شركة موديرنا في أمريكا، وقلنا إن دول أول لقاحين يدخلوا في المراحل السريرية النهائية وهي المرحلة الثالثة، واللي بنهايتها في أمل لإنتاج أكتر من مليار جرعة من كل لقاح. في حلقة النهاردة هنتكلم عن لقاحين صينيين تانيين دخلوا في المرحلة السريرية الثالثة أو المرحلة النهائية، وهو لقاح شركة سينو فارم ولقاح شركة سينو فاك. اللقاح الثالث معانا في حلقة النهاردة هو لقاح جامعة جيماليا الروسي، وده اللي اتكرر عنه السؤال من المتابعين الكرام في تعليقات الحلقة اللي فاتت، وهنقول في الحلقة النهاردة المعلومات المتاحة عنه حتى الآن. ايه هي فكرة عمل اللقاحات الثلاثة جوه جسم الإنسان؟ وايه هي نتائج التجارب السرية حتى الآن من حيث الأمان والفاعلية؟ هو ده موضوع حلقة النهاردة من خلاصة الدراسة، وانا معاك دكتور حسام جبر. احنا في القناة دي بنحاول نوصل المعلومات المهمة بشكل علمي ومبسط، فلو عايز تدعمنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتسيب لنا كومنت في التعليقات تحت الفيديو. لقاح شركة سينو فارم هو من نوع اللقاح الفيروس الميت، وده نوع من الثلاث أنواع اللي اتكلمنا عليهم في أنواع اللقاحات في الحلقة اللي فاتت، وده اللي قلنا فيه أن بيتم قتل الفيروس معمليا مع المحافظة على الجين الاس بروتين اللي هيحفز الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة ضد الكورونا فيروس، وده اللي بيدي ميزة وعيب في نفس الوقت لأنواع اللقاحات دي. هو بيكون لقاح آمن لأنه لا يحتوي على أي جزء حي من الفيروس، فبالتالي لا يستطيع الفيروس التكاثر أو مهاجمة الخلايا أو عمل أي حالة مرضية جوه جسم الإنسان. ولكن العيب في نفس الوقت واللي قلناه برضو في الحلقة اللي فاتت إن تحفيزه للجهاز المناعي ممكن ما يكونش كافي لإنتاج أجسام مضادة كافية للوقاية من الإصابة بالفيروس. علشان كده التجارب السريرية الأولية بتشتغل على تحديد الجرعات وبتكون أكتر من جرعة، لأن أول جرعة لن تكون كافية لإنتاج الأجسام المضادة، فبيتم تحديد موعد الجرعة الثانية اللي بيها هيتم تكوين كمية كافية من الأجسام المضادة تحمي جسم الإنسان في حالة الإصابة الأخرى، والفاصل الزمني ما بين الجرعتين بيكون ليه عامل كبير جدا. عشان كده التجارب السرية الأولية للقاح سينو فارم اتعمل على 1120 متطوع، وكانوا متقسمين لدراسة الأمان والفاعلية للجرعات، والأعمار السنية كانت ما بين 18 ل 59 سنة في المرحلة الأولى وأكتر من 60 سنة في المرحلة الثانية. ونتائج الدراسات أثبتت الأمان بنسبة 100% لكل المشاركين في التجارب، وبالنسبة للفاعلية أثبتت فاعلية بنسبة 100% لكل المشاركين اللي أخدوا جرعتين بفاصل زمني 28 يوم. المرحلة الثالثة حاليا بتقوم في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 15,000 متطوع، وبنجاح المرحلة الثالثة من المتوقع إنتاج شركة سينو فارم لأكثر من 200 مليون جرعة هيكونوا متاحين قبل نهاية العام. لقاح شركة سينو فاك الصينية هو نفس نوع لقاح شركة سينو فارم، وهو لقاح الفيروس الميت، وهي زي ما قلنا إن هي من الفئة الأكثر أماناً، وبيتم العمل في التجارب السرية على دراسة فاعلية اللقاح باستخدام جرعتين. التجارب الأولية للقاح قامت على 743 متطوع في أعمار سنية من 18 ل 59 وأكثر من 60 سنة، وحتى الآن النتائج اللي ظهرت واتنشرت هي نتيجة الجرعتين بفاصل زمني 14 يوم، وكانت النتائج بالنسبة للفاعلية مبشرة بأكثر من 90%، و100% من المشاركين في التجارب لم تظهر عليهم أي أعراض جانبية، وده اللي بيؤكد سلامة وفاعلية اللقاح. ومرحلة الثالثة من التجارب السرية بدأت الآن في البرازيل على 9,000 متطوع، ومن المتوقع إنتاج 100 مليون جرعة في مصنع في إندونيسيا، وبتقول شركة سينوفاك إنها تتعاقد مع مصانع أخرى من ضمنها مصنع هيغطي قارة أفريقيا. اللقاح الثالث وهو لقاح جامعة جيماليا الروسي، وده من نوع اللقاحات المخلقة معمليا بنفس فكرة لقاح أكسفورد تقريبا بالظبط، بفارق إن تم استخدام سلالتين مختلفتين من الأدينو فيروس ومعالجتهم وراثيا، وإضافة الجين الاس بروتين الخاص بالكورونا فيروس اللي بعد كده هيتم حقنه في الجسم لتنبيه الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة ضد الكورونا فيروس. ولكن الغريب إن التجارب السرية الأولية الأولى والتانية لم تنتهي بعد، وعدد المشاركين في التجارب 38 مشارك فقط، والأغرب إن جامعة جيماليا بتقول إنها هتقوم بإنتاج 30 مليون جرعة للإستخدام
الاستخدام المحلي في روسيا قبل بداية المرحلة الثالثة من التجارب السرية على اللقاح، وده نظرا للأزمة اللي بتعيشها روسيا حاليا من الجائحة. وفي حالة نجاح التجارب السرية الثالثة للقاح الروسي اللي من المتوقع انها هتبدأ لسه في سبتمبر، سيتم انتاج 170 مليون جرعة اخرى من اللقاح وسيتم توزيعها الى دول العالم. لو عايز تقرا معلومات اكتر عن اللقاحات انا سايب لك لينكات المصادر تحت الفيديو، لو عندك اي استفسار سيبه لنا في التعليقات تحت، ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل شير للفيديو لاكبر عدد من الناس. شكرا والسلام عليكم.